استدعينا صحافه باش تشارك معنا واحد المشروع جديد اللي تم الافتتاح ديالو هو فندق ايبيس بقرب محطه كازا فواياجور اللي هو كان في سابق فيه 96 بيت وتم اليوم اعاده بناء ديالو 130 غرفه وبواحد صفة جديدة اللي هي كتليق بصفة جديدة ديال علامة إيبيس في العالم كامل باش توفر للزبون واحد الاكسبيريونس جديدة في الفندق وفي المطعم وفي جميع المحلات ديال الأوتيل. هو يعني ايبيس دابا باقي في لا كاتيجوري ديالو 3 ايطوال ولكن كيعود بواحد الصفه جديده بواحد الصوره جديده وباش يوفر واحد ليكسبيريونس لو كليون اللي تكون كتقنع اكثر وتطلع بلوتيلغي في المغرب. والعلامه ديال ايبيس معروفه من التسعينات في المغرب بايبيس مسافر، دابا ايبيس من بعد ايبيس درباط ديال لاكار ديال اكدال ومن بعد هذا ديال ايبيس كازا فواياجور غادي يتم افتتاح ايبيس محمديه اللي هو جديد، ما عمرو كان ايبيس محمديه وحنا فخورين بزاف بهاد الافتتاحات اللي كاينه عندنا في لامارك ايبيس في المغرب. وهذا كيشهد بواحد الاستطاعه واحد لا فولونتي ديال اكور اوتيلز والشركاء ديالها باش توفر للزبناء المغاربه واحد لا كاليتي داكوي واحد ليكسبيريونس كليون اللي تكون في المستوى العالي. فتح الابواب ديالو لو 1 سبتمبر 2017 ايبيس كازا فواياجور يعني pour changer un petit peu le lifestyle des hôtels avec un nouveau design, un nouveau confort et pour changer aussi l'expérience client. المميزات اللي كاينين في ايبيس كازا فواياجور مثلا والطاقه الاستيعابيه ديالو؟ الطاقه الاستيعابيه ديالتو 130 غرفه. عندنا الايجابيات ديالو اننا اول فندق لصعيد افريقيا عنده سيرتيفيكا اش كيو اللي تتحافظ على البيئه. عندنا غرف اللي اطلقنا الاسم ديالها سويت روم، هاد الغرف تتحاول يعني تعطي اكثر راحه بالنسبه للزبون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.